وللحديث عن مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي انعقد في الأردن وانعكاسات هذا المؤتمر على الوضع في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، مرحبا بكم. يعني بداية، إلى ما يؤشر عقد هذا المؤتمر خارج العراق؟ هل الحكومة عاجزة عن تنظيمه وبالتالي حماية المشاركين فيه دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. لا ريب أن هذا المؤتمر على هذا المستوى الدولي المعني بقضية العراقية حينما يعقد بعيد عن العراق، عن أرض العراق، ففي ذلك دلالة قوية على هذا الذي أشرت له في سؤالك والذي صرحنا به في بياننا، لأنه دليل قوي على عجز الحكومة العراقية الحالية، حكومة الاحتلال التاسعة، عن تأمين أمن هؤلاء الضيوف ومثل هذا المؤتمر. وفي ذلك دليل قاطع وقوي على حالة الفوضى التي يعيشها الشعب العراقي اليوم، والتي يعاني منها الشعب العراقي أولا، وهذا اعتراف دولي بحالة الفوضى التي تعم العراق وحالة فقدان الأمن التي تعم البلد بسبب تغول الميليشيات وتسييدها على الساحة وانفلات السلاح بيدهم. بل اليوم باتت هذه الميليشيات هي التي لديها الكلمة الأولى واليد الطولة في الملف الأمني العراقي، ومثل هذا الأمر، قضية الملف الأمني، قضية طبعا هي قضية خطيرة جدا، لا يزال الشعب العراقي يعاني بها منذ بداية الاحتلال حتى دكتور في هذا المفصل. يعني ما هو المطلوب من هذا المؤتمر وغيره قدر تعلق الأمر بالنظام السياسي القائم في العراق على المستويين السياسي والأمني؟ طبعا نحن ندرك أن الكثير من دول الجوار هنالك تداخل في المصالح، وخاصة البلاد العربية التي هي الأمن القومي العربي، ولا قبل الأمن القومي الإقليم كله مصالحه متداخلة، ولذلك نجد الكثير من هذه الحكومات حريصة على أن يتحقق الاستقرار في العراق يعم الأمن للمنطقة جميعا. لكن الحقيقة أن مثل هذه المؤتمرات لم يتحقق منها شيء على المستوى لا الإقليمي ولا حتى المحلي العراقي. يعني لم يجد الشعب العراقي والعراق عموما من هذه المؤتمرات الكثيرة والعديدة التي هي تعقد برعاية وبوصاية أمريكية بدرجة كبيرة، أنها لم تحقق شيء من الأهداف حتى التي أعلنت عنها في هذه المؤتمرات. الذي يتحقق من هذه المؤتمرات في الدرجة الأولى هو إكساب هذه العملية السياسية، وكل حكومة احتلال تأتي إكسابها شرعية واعتراف دولي، وبذلك يكون هنالك انعكاس سلبي على الواقع العراقي. حينما تتمتع هذه الحكومات بمثل هذه الشرعية فإنها تتصرف تصرفات أو تستمر في تصرفاتها المسيئة إلى الشعب العراقي وإلى العراق، بل إساءة هذه الحكومات إلى حتى الإقليم جميعا. وهذه الإساءات كما قلنا هي تنطلق من مثل هذه المظلة الدولية. دكتور، تعتقد أن هناك رؤية دولية قاصرة تجاه هذا النظام السياسي في ضوء السجل المكتظ طبعا بالانتهاكات الإنسانية وأيضا ممارسة الميليشيات وغيرها من السلبيات، تعتقد أن النظرة الدولية قاصرة تجاه العراق؟ لا ريب في ذلك. والدول هنالك لديها، أو نستطيع أن نقسمها إلى قسمين، اللي هي صاحبة المشروع الاحتلالي أو التي هي منخرطة في مشروع الاحتلال الأمريكي، وهي أمريكا ومحلفائها وإيران كذلك، لأنها هي صاحبة يعني الشريك الأساسي في احتلال العراق. وهنالك ولذلك هي تحرص على أن يبقى المشروع الاحتلالي بصيغته التي تسمى العملية السياسية. أما الدول الأخرى فللأسف هنالك قصور بسبب أنها مجبورة على أنها لا تنظر إلى هذا الواقع العراقي إلا من زاوية واحدة، زاوية العملية السياسية. ولذلك نحن أكثر من مرة في مفاصل عديدة وفي مناسبات عديدة حينما نلتقي بهؤلاء المسؤولين في دول المنطقة والدول العالمية والجوار وغيره، نؤكد لهم على أنه لابد أن يكون هنالك استماع
الأصوات الأخرى المعبرة عن الشارع العراقي. العراق لا يمثله هؤلاء الذين سلطوا على رقاب الشعب العراقي والذين نصبوا من قبل الاحتلال. لابد أن يكون هنالك الصوت الآخر، أن يسمع للصوت الآخر، وهو صوت الشارع العراقي المعبر الحقيقي، وهي القوى الوطنية العديدة. ولا ندعي أننا نمثلها، لكن نحن جزء من هذا الطيف، طيف الواسع من الشعب العراقي وقواه الوطنية التي ترفض هذا الواقع، الواقع العملية السياسية. دكتور، هناك من يقول أن موضوع تغيير النظام السياسي الحالي في العراق لسلوكه وممارساته مرهون بتقديم الدعم الدولي والإقليمي، هل تتفق مع ذلك دكتور؟ لولا الدعم الإقليمي والدولي لما بقي هذا النظام يوما واحدا، فهو فاقد للشرعية والمشروعية. نحن نعلم أنه الذي جعل هذا النظام واقفا أمرا الأمر الداخلي اللي هي الميليشيات، وهذه الميليشيات بالمناسبة يعني قوة السلاح لهذا ممكن أن تتهاوى أمام الموج الهائل من أبناء الشعب العراقي الذي يرفض هذه الممارسات. لكن بالدرجة الأساسية الذي يساند هذه الميليشيات ويقويها ويعطيها المشروعية ومن ورائها أحزابها السياسية بالتأكيد، التي هي القوى الدولية سواء كانت القوى العسكرية المتمثلة بالحرس الثوري الإيراني بالتدخل المباشر، أو القواعد الأمريكية وهي موجودة لا تزال وهنالك تعاون قوي بينهما، أو الجانب السياسي الذي يمد أو يعطي هذه العملية السياسية وجميع الحكومات المنضوية تحتها هذه المشروعية. دكتور، هناك من يعول على المجتمع الدولي في مساعدة الشعب العراقي على صياغة نظام جديد على أسس صحيحة بعيدا عن المحاصصة والطائفية، هل تذهبون في هذا الاتجاه دكتور؟ يعني المشكلة العراقية هي مشكلة دولية صنعها المجتمع الدولي، ولذلك نحن لا نعول على أن يأتوا هم بالبديل، لكنه لابد من وجود أو من تدخل دولي لرفع يديهم عن هذا الدعم، عن دعم هذا المشروع الذي تسبب بهذه المصائب والمآسي للشعب العراقي. ثم لابد أن يكون هنالك رعاية دولية لما يريده الشعب العراقي. نحن نرفض أن تكون هنالك وصاية دولية مهما كانت، أو أن هنالك مشروعا يصنع أو يؤتى من قبل المجتمع الدولي، لكنه لا ننكر أنه أننا نعيش ضمن هذا المجتمع الدولي وأن يكون هنالك تفاهمات. فالبديل يصنعه أبناء الشعب العراقي، والبديل جاهز. يعني القوى الوطنية العراقية قد ذكرت وعرضت العديد من المشاريع الوطنية الكفيلة بتحقيق ما يصبو إليه أبناء الشعب العراقي، والذي أيضا لا يتصادم مع مصالح القوى أو عفوا الدول الجوار، الذي قائم على الذي يقوم على أساس تبادل المصالح المشتركة بين الجميع. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لكم.